الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. ردا منا على الجرائم والفظائع التي ترتكبها عصابات النظام الأسدي، ووفاء منا لدماء شهدائنا الأبرار، وحماية للمدنيين والأهالي من بطش هذا النظام الإجرامي. نحن ضباط وصف ضباط وأفراد سابقين في الجيش العربي السوري في ريف محافظة إدلب، نعلن عن تشكيل كتيبة محمد الفاتح، ونعاهد الله والوطن على أن نقاتل في سبيل الله دفاعا عن ديننا وأهلنا وأرضنا، والوقوف في وجه الظلم والاستبداد حتى تحقيق النصر أو نيل الشهادة في سبيل الله. والله على ما نقول شهيد. عاشت سوريا حرة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تكبير.